أنا اسمي رولا سلامه، من مواليد مدينة القدس بفلسطين. عشت معظم أيام حياتي بفلسطين، كنت أدرس بالمدارس بالقدس ودرست في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية برام الله. يمكن أنا قصتي بتتلخص أو معاناتي بتتلخص هي بعد ما أنا قررت أرتبط بفلسطيني عايش هو أصلاً من مواليد الخليج ولكن عايش كان ببريطانيا عم بدرس. كانت المعاناة دايماً نسمع عنها بس ما كانت قريبة مني، ما كانت تطب فيي بشكل شخصي. يمكن أنا بعد ما تزوجت وقررت أني أتزوج بلشت المعاناة أحسها إنها هي معاناة عم بتطب فيي كارولا. إحنا هناك خلقنا في الحديث، كنا هناك عايشين عارضي يا طول واحد عزت وناته مبسطين والله، يعني ولا كنا عايشين حصيد يدرسوا يزرعوا قمحاتهم ذرياتهم زيتوناتهم الواحد عكدوه اللي عندهم الثارض والله نسيت خضره يزرع حوالي ارضه حوالي داره، كنا عايشين مسطورين والله. بكيت لحالي وهو امي يعني شو بكت كبيره مش هو القت هزتوناتنا نسوي ناس يشفقوا علينا يحرثون الارض نروح نحصد هالكمحات ندرس على النوادر. بكينا نعجل نخبز في الطوابين، بكيت حماتي بكينا وسلفي وحماتي وحماي عايشين مع بعضنا ونعجل هيركد تكبل باطية العجين. لما اجوا هاليهود ضربوا على هالبلد هالقنبلتين بكينا قاعدين نشربل في كمح انا وجوزي. الساعه بكينا تقولي فيش سنه متجوزين، فقال محمود عمره شهرين ابني. ولما ضربوا وانسحبنا سحبه واحده صرنا نغطي في نزيح بالكش على كان خوف حدا ياخذ الكمحات. كان ضمن سياسة الاحتلال إنه ممنوع أي حدا يجي يدخل، حتى بتصاريح الزيارة كانت كتير كتير محدودة. نحن قررنا إنه نسافر نلتقي بعمان ونتزوج بعمان لأنه ما كان في مجال إنه لا هو ولا أهله يدخلوا هون. هاي كانت معاناة صغيرة مقارنة مع المعاناة الأكبر، إنه لما قررت إنه أنا أجيب أولد طفلي الأول، وإنه كان قالوا لي إنه ما في مجال إنه إذا ولدتي بريت فلسطين ما رح يقدر ياخد هوية مقدسية. أول شيء رفضوا لزوجي إنه يدخل يحضر ميلادي، لو ما ولدت ابني قالوا لي إنه زوجك ما عندوش هوية إسرائيلية ولا هوية فلسطينية ولا شيء، ما في مجال إنه يتسجل ابنك بشهادة الميلاد. وبعديها عشان أحصل على رقم هوية لابني، عشان أحصل على شهادة ميلاد لابني، كان لازم أحصل أول شيء على طلاقي. فعلا هذا اللي صار، وشهادة الطلاق هي رح تكون عبور لابني لمستقبل مختلف. وبعدين والله يا حبيبتي وين نروح؟ طلعنا على بلدنا علينا عم ندرس بلدنا، قعدنا هناك تحت هالزيتون شوي نتريح. والله ما شفت الله رصاص صار يمرق عنها الناس، حتى طخوا اثنين شباب والله من بلدنا انقتلوا. يعني انا كنت حماي وحماتي وسلفي وسلفي معي وجوزي كنا، اظل من بلدنا بعيد عنك زلمه محترم هو بس بشوفش بكشش وشو يا حرام. ربنا اعطاه الولد عمره 8 سنين، طخوا اليهود اجت الطلاق في فخذه الابو الكبير، طلعت من فخذته على الولد اللي عمره 8 سنين. والله ما بزل عليك يا اصحر اشي بحزن، الولد يا حرام توفى على طول، والزلمه ناس شفقوا عليه رتبوه بعيد عنك على هالبغله ودمه وشرب ومرقوا عنا وما ادريناش وين راح يوم. هاي الدنيا المعاناة أنا بلخصها بكم من كلمة، ولكن هي استمرت سنوات، كانت عم تاخذ من طاقتي، كانت عم تاخذ من نفسيتي، كانت عم بتدمر مش بس عائلتي، عم بتدمر أسرتي، عم بتدمر أهلي، وعم بتدمر كل حدا قريب مني لما يسمع عن معاناتي. يعني الفلسطيني حتى كمان الاحتلال بتدخل بتفاصيل حياتنا وباختيارنا لشريك حياتنا، وإذا الوحدة قررت إنها تسافر برا وبقيت أكثر من 3 سنين خارج فلسطين كمان بيصادروا حقها بالرجعة وبالعودة لفلسطين، ممنوع تعود ترجع. كتير ناس كانوا يحكوا لي إنه أنت من القصص النادرة، بس لما رحت أطرق أبواب مؤسسات حقوق الإنسان وأحكي لهم عن مشكلتي صدمت بواقع إنه في 13 ألف سيدة و 13 ألف أسرة تطلب نفس الحق. يمكن هاي اللي أنا دائماً بقولها لابني، مهما بيصح لك فرص خارج فلسطين ابقى في فلسطين أنت وهذا الجيل الجديد. حماي بكاش فهمان قال يلا
مشيت مشينا على بلد اسمها شبتين. من شبتين شربنا مي وقعدنا وكل تجينا من هنا، ظلينا طايحين دغري على مخماس. بلدنا صغيره هي مش كبيره كثير، بس تكسبي بالله كلهم ابناح يعني ما بتقدري. عمر ما صار بين مشاكل ولا شيء والحمد لله والله ولا شيء منها. ملحين بكينا يعني نزور بعضنا ونحب بعض والله بك غير الناس والله. بس هو هالغربة إشكال الوان كل الأصل الغربة شوية. بكوا الناس هبايل انسحبوا كان سحب واحدة من هالبلد من هالكمبلتين. بس ما شو بدنا نسويها إلا إنه هذا كان حافز على إني أنا اللي مر علي والتجربة القاسية اللي أنا عانيتها لقيت أهلي حوالي احتضنوني ودعموني ووفروا لي كل إشي إلي ولابني لحتى ما نقدر نعيش حياة كريمة. عشان هيك أنا قررت أعمل برنامج اسمه فلسطين الخير. هذا البرنامج بيزرع الخير وين ما بيروح. هذا البرنامج اللي منروح فيه على بيت ناس كتير محرومين، وبعديها عملنا مؤسسة فلسطين الخير رحنا لحتى ما نخفف عنهم. يمكن قصتي أنا الشخصية ومعاناتي الشخصية خلقت عندي نوع من التحدي إنه أنا أي حدا بسمعه إنه انظلم أو مظلوم أو عنده معاناة أو عنده قصة معينة أو بحاجة لدعم معنوي أو دعم اقتصادي أو دعم نفسي لازم أوصل لعنده وأقدم له هذا. وأنا ما بحكي عن حالي لحالي، أنا بحكي عن إحنا صرنا مجموعة من المتطوعين والمتطوعات إنه نحن موجودين هون. سنحيا وسنبقى وسنزرع الأمل في حياة أطفالنا ونقولهم إنه زي ما إحنا صبرنا وتحملنا أنتوا أملنا، خليكم صامدين على الأرض لأنه فلسطين لنا وستعود لنا وسنبني دولتنا بإذن الله، ونكون إحنا أنتوا الجيل اللي رح يبني هاي الدولة ومؤسسات الدولة، وستبقى فلسطين بعاصمتها القدس هي بدمنا وبشروشنا وبعروقنا وما دام فينا نفس ومنتنفس.